بتحبيه عشان القعده تحلى. اقعدي اقعدي نتفرج على التلفزيون يا شيخ. يا حبيبي انا نفسي ان احنا نتمشى على الكورنيش سوا وناكل ذره مشوي. يعني حد يسيب الحاجات الحلوه دي ويفضل عليها الذره المشوي؟ يا شيخه اتقي الله. يا حبيبي كل واحد ومزاجه، انا مزاجي في اللحظه دي ان انا امسك كوز الذره في ايد وانت في الايد التانية يا حبيبي. قصدك ايه؟ كوز هنا وكوز هنا؟ لا والله ما قصدت. لا انت تقصدي، قصدك كمان ان انت تقولي كلام بايخ وتضايقيني. طب والله ما اقصد. لا قصدك. انا اسفه يا حبيبي والله ما اقصد. عليك كده عامل عليا تمثيليه. انا بضحك معاك، قصدي انت خدت الموضوع جد قوي. طب يلا بقوم البس. طيب استني بس ناكل الحاجات الحلوه دي وبعد كده ننزل حتى يكون الكورنيش رق شويه. انا بحبه وهو زحمه. يلا بقى. يا بخت الكورنيش. طب يلا بقى. يلا انا هتجنن يا فرج. طب ايه دي يا دنيا شويه، انت ما اتصلتيش بيه؟ بتصل بيه بقالي يومين ما بيردش عليا، انا خايفه يكون جرى له حاجه. انت من يوم ما خرجت سهرتي معاه وخرجتي قدامي ما شفتهوش؟ ما شفتوش خالص خالص يا اخويا. يكونش اتخانقتوا يوميها ولا حاجه؟ ابدا يا فرج، ده احنا كنا زي السمنه على العسل. ده قال لي يا اخويا احلى كلام، انا هتجنن يا فرج هتجنن. حاجه غريبه. طب خدتوا ميعاد تاني تشوفوا بعض فيه ولا حاجه؟ اه تاني يوم اتفقنا ان هو هيجي لي على الشاليه، لا جه ولا حتى اتصل. انا مش عارفه ايه اللي جرى والله العظيم يا فرج، انا ما ضايقته، ده انا بحبه قوي. طب اهدي، طب اهدي يا دنيا، ما تعملش في روحك كده، حرام عليكي نفسي. قال يا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. انا مش فاهمه ليه يا ربي كل حاجه احبها تضيع مني، ده لو ما جاش انا هموت هتجنن يا فرج. اديني بقى يا ستي نفسلك اللي انت عايزاه، اسمحي لي بقى اعزمك على عشوه جميله. لا يا حبيبي كفايه الدره، اسكندريه حلوه قوي قوي يا مصطفى. هو انت اول مره تشوفيها؟ على فكره هي جميله بس عشان انا جنبك. طبعا يا روح. مش تحاسب يا اخينا. انا اسف جدا والله. انا مين؟ فؤاد مصطفى. وده صاحبك منين ده؟ ده لا عمري شفته ولا سمعت عنه. هو اسمه ايه؟ اسمه فؤاد، وده بقى ليه قصه طويله وقديمه قوي. ايه فؤاد ده كان اهله غني قوي قوي قوي، واحنا في سنه اولى في الجامعه والده توفى. يا حرام. وهو كان وحيد ابوه وامه، والظاهر كده بعد ما ابوه مات امه دلعته، وبقى عنده بدل العربيه اتنين وتلاته، وبقى يبعزق الفلوس هنا وهناك. تلاقيها فسادته، لكن انا بقى ان شاء الله لما ربنا يكرمني واجيب ولد هشد عليه عشان يطلع كده راجل زي ابوه ان شاء الله. وعموما له مطلوب الدلع ولا التجديد، خير الامور الوسط. صح يا حبيبي عندك حق. ها كملي حكايه صاحبك ده. بس يا ستي حبة حبة فشل في دراسته وقعد يسقط لحد ما طردوه من الجامعة. طب وبعدين؟ ولا قبلين، اهو شاب زي اي شاب بيفسد. انا بس بطمن، اصل انت اديت له نمرة التليفون والعنوان بالتفصيل، فيعني اذا كان بني ادم مش تمام ما كانش لازم يعني. لا ما تخافيش، فؤاد مش وحش، ده شخص محترم وابن ناس، وبعدين ده كان صاحبي. وعلى فكرة هو فضل يسأل عليا بعد الجامعة، بس بحكم ان انا كنت في كفر الدوار ما عرفناش نطول بعض. طب خلاص انت قادر، انا بس حبيت اطمن مش اكتر. ما تخافيش يا حبيبتي، انا لا يمكن ادخل حد البيت هنا معرفوش الا اللي بثق فيه، ده انا معايا القمر بدر البدور. وانا ما بخافش من حاجه ابدا طول ما انت معايا يا حبيبي. طب يلا بقى حضر لنا العشاء تاني، ما احنا لسه متعشين يا حبيبي بر. معلش يا حبيبي اصل الحب بيجوع. يا سلام، ولا انت استحليت ان انت كل ما تطلب مني طلب اجري جري اعمله لك، اللي يلاقي دلع وما يتدلعش. هو حد يلاقي دلع وما يتدلعش؟ تعال انت يا مدلع. حرام حرام عليك يا فؤاد، انت ليه بتعمل فيا كده؟ انت كده بتقتلني. انت ليه بتقولي كده بس يا دنيا؟ كمان بتسالني يا اخي؟ ده احنا كنا اخر مره في احلى حالات الحب، دايبين في بعض دوب، تيجي فجاه كده وتختفي، هو انا زعلتك؟ ابدا والله يا حبيبتي. وبعدين لو الدنيا كلها زعلت منك انا لا يمكن ازعل منك، وانت عارفه كده كويس. انا ما بقتش عارفه حاجه. اتفضل. انا كل حاجه خلاص دخلت في بعضها، لا بنام ولا بشرب ولا باكل ولا عايزه اقابل حد حتى. لا يا دنيا ارجوك ما تعمليش في نفسك كده ابدا، لا عشاني ولا عشان اي حد ربنا خلقه. دنيا انا بخاف عليكي، بخاف عليكي اكتر ما انت بتخافي على نفسك. والله انت لو بتخاف عليا بحق وحقيقي ما كنتش عملت فيا كده، انت كده بتموتني بالبطيء يا اخي. طب اهدي بس عشان خاطري، وتعالي نتكلم كلمتين كده بالعقل. حاضر كلمني، انا عاوز اسمعك، عايز املى وداني بصوتك واملي عيني منك، ده انا كنت ميته في بعدي عنك يا حبيبي. قول يا دنيا. انا جوايا حاجات كتير مرتبكه وداخله في بعضيها، جوايا نار انت مش حاسه بيها، وبعدي عنك الفتره اللي فاتت دي كان غصب عني، جوايا احساس مخيف فظيع. ليه ده كله بس؟ عشان ارتباطي بيكي يا دنيا ده نوع من الجنون، اندفعنا ورانا وانتي بعواطفنا، لكن صدقيني ما ينفعش يا دنيا ما ينفعش. ليه كده يا فؤاد؟ حرام عليك، ده انا عمري ما حسيت بالاحساس ده اللي معاك انت وبس، ده انت لو بعدت عني انا اموت. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي،
دنيا المسألة بالنسبة لك هتبقى ليها حسبة تانية. الناس هيقولوا حبيته وخلاص فتجوزته، لكن أنا محدش هيصدق إن أنا حبيتك. هيقولوا جوزها عشان طمعان فيها وفي فلوسها، لأن أنا لسه إنسان ببتدي حياتي، لكن أنت حاجة كبيرة قوي يا دنيا. صدقني يا فؤاد، أنا مستعدة أستغنى عن كل حاجة، أبيع الدنيا باللي فيها بس أفضل جنبك وما تبعدش عني أبدا. والناس يا دنيا؟ طز في الناس، مش ممكن أبدا حد يفرق بين اتنين بيحبوا بعض بالشكل ده، ده حتى يبقى حرام. أنت كده تبقى بتحكم عليا بالإعدام يا فؤاد. أنا بحبك، أنت فاهم يعني إيه بحبك؟ أنا كمان بحبك قوي يا دنيا، لأني لو ما بحبكيش كان زماني بعدت وخلصت المشكلة، لكن عشان بحبك بجد وبحبك قوي كمان دماغي وعقلي دايما شغالين. أرجوك يا فؤاد بلاش تمشي ورا عقلك، امشي ورا قلبك وبس، زي ما أنا ماشية ورا قلبي معاك. عشان كده بحبك، بحبك بجنون كمان. حب ايه وزفت ايه؟ اتجننت الوليه دي ولا ايه؟ والنعمه انا ما كنتش عايزه اقول لك عشان عارفك هتقعد تتريق كده على طول. وما تتريقش ليه يا لنا عين؟ يا اختي كنت شايف اللي بتعملوه ده عادي يعني كده ما فيهوش حاجه. اصل انت مش فاهمه الحكايه. فهمني يعني. ايه دنيا يا اختي؟ عمرها ما حبش زي البنات والستات. تتجننوا يا راجل انت؟ عمال تلف وتدور عشان تزين لها عملتها ولا ايه؟ ولا بزين لها ولا حاجه، ده كلام جد مش هزار اللي بقوله لك ده. يعني مثلا يا بياض يا ضياء انت يا حبيبي ما بيننا حب وغرام قد الدنيا، عشان كده خلاص من جوانا محدش هيفكر في الحب تاني. ليه بقى؟ عشان داقه وحس بيه، لكن دنيا يا اختي يا نن عيني لا داقته ولا حس بيه. النبي انت باين انك راجل عبيط. ليه يا بياضه البق ده ليه تقولي كده؟ ما لقيتوش ازاي يا راجل انت؟ هاي متجوزه بدل النبق نكتين، الاولاني ومخلفه منه عيل يعني لازم ان يكون له غلاوه في قلبه، والتاني سايب لها شيء وشويات يعني لازم ان تموت في التراب اللي بيمشي عليه. ليه يا بياضه انت فاهمه كده غلط؟ الحب حاجه تانية غير الفلوس والعيال. نبي بلا حب بلا وكسه. انا عايزك يا اخويا كده تنتبه لحالك وتفتح مخك من هنا ورايح لكل كبيره وصغيره. تقصدي ايه؟ اقصد يا حبيبي ان اختك واقعه في غرام وده هي دوب حته عيل يعني اكيد هيلحس عقلها وياكل مخها. مش بعيد فجاه تلاقيها كتبت له كل حاجه او هو لف عليها وشافت اللي وراها واللي قدامها. اخ معقول تفتكري؟ ده انت ما فكرتش في كده يبقى مخك بعافيه ومحتاج لعلاج. وبعدين يا حمد بيه، ايه وقف الحل اللي احنا فيه ده؟ الواقع ده لازم يتمزج. الله يا اخي ما انا عارف الشغل واقف والشركه بتتاثر شويه بشويه ولازم حل سريع للوضع اللي احنا فيه ده. امال مين اللي هيمضي الواقع ده؟ طيب هاتوا سيبه لي وانا هتصرف. اتفضل يا بيه. الو دنيا هانم، نهارك سعيد يا فندم. انا حمدي، احنا محتاجينك في الشركه ضروري يا هانم. لا لا انا مشغوله قوي قوي اليومين دول، لا مش هقدر اجي. معلش بقى حل انت كل الحاجات المتعلقه دي، اصلا متكله عليه. طيب مع السلامه انت بقى يا حمدي بيه، مع السلامه دلوقتي.